ايه الازعاج ده؟ في ايه؟ في ايه والله؟ مش كده. الو الو المنظفات الوش؟ بقول لك احنا عايزين وعايزين ننظف. تمام. بهدلنا الدنيا في السوق. في السوق؟ وهتلاقي هناك نقطة مهمة جدا محتاجينها. نوتة؟ وهتلاقي تلات جثث. تلات جثث؟ اوكي خلاص خلاص. نظف كويس ها؟ ماشي. لا اله الا الله. محمد رسول الله. تمام، واضح ان في تلات جثث المفروض ننظف المكان بتاعهم ونشيلهم عشان محدش يعرف عن الجريمة. لان ده منظفات الروش ووظيفته انه ينظف مكان الجريمه بعد ما المجرمين يخلصوا عشان ما يتقبضش عليهم. بس اول حاجه لازم نعملها ان احنا ناخد رضا الام ونروح على العربيه ونشوف بقى موضوع الجريمه دي. طيب خلينا بقى نشوف بقى ايه الموضوع ده. ماركت غريب قوي. يا ساتر، ايه اللي حصل هنا ده؟ عموما يا جماعه خليكم عارفين ان المفروض ما تفصلوش خالص مع البياعين عشان ده اللي ممكن ينتهي بالمطاف. زي ما انتم شايفين احنا محتاجين ننظف الدم ده كله ومحتاجين نشيل الجثث وناخدها على العربيه بتاعتنا عشان نقرب بيها. ما اعرفش هنروح بيها فين بعد كده او هنوديها فين، بس المهم ان احنا نشيلها من المكان ده وخلاص عشان لو المجرمين دول اتقبض عليهم احنا اللي هنروح في داهيه، لان هنبقى احنا الضحيه اللي بعدها. غير كده اصلا هم هيدفعوا لنا فلوس كتير جدا. هوبا طيب واضح ان البوليس في اللعبه دي عنيف شويه فلازم نخلي بالنا. المهم هيدفع لنا فلوس كتيره جدا بعد ما نخلص. انا شايف في صندوق هناك ممكن نحركه او هو اللي حركنا تقريبا. ننظف الدم اللي هنا ده. اوه 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 اوه. طب نستخبى فين احنا؟ ماشي، ممكن نستخبى فوق عش. اوه احنا ممكن نستخبى في الصناديق الكرتون دي. دي اول جثه. ننظف بس الدم اللي حواليها. ماشي، احنا خدنا اول جثه كده نوديها العربيه بتاعتنا. اوكي ادي اول جثه. ماشي نستخبى العربيه دي. الراجل ده ماشي تحت، خلينا نروح كده ونستخبى هنا. ماشي عايزين ناخد دي ونخلص ده بسرعه. هو ازاي تقيل قوي وهو رفيع كده؟ ايوه ايوه ماشي. دي جثه ثانيه. في هنا حاجه المفروض ناخدها في المكان ده جوه تقريبا. ده وصل الحاجات اللي هم اشتروها اللي فصلوا عليها، مش عارف ده ايه ده. نظف الدم كله. اوبا اوبا اوبا. اظن واضح جدا ان هو شافني بدخل الصندوق الصندوق اللي اصلا يعني اكيد 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 باين جدا ان حد داخل جواه. انا ما اعرفش ليه البوليس مش شايف شغله في اللعبه دي بشنبه ده. انا مش عارف. المهم اطلع. وعامة لو هنتكلم على الشنبات فالشنبه الشخصيه اللي انا بلعب بيها غير عاديه. المنظفات دي روش فعلا. ايه دي بقى؟ هذا الوصل فعلا تقريبا. يا نهار ابيض، كنت هتقفش والله. اقفل ده يا عم، احنا بننظف كده. احنا ممكن ننظف هنا براحتنا خالص، ما حدش عارف يقفشنا تقريبا، الا بقى لو بيفتحوا البيبان وانا ما اعرفش يعني. بس ما اعتقدش ان هم بيتعلموا الموضوع ده في اكاديميه الشرطه. هات الجثه دي ويلا بينا. يلا 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 بينا. المفروض ان دي الجثه الثالثه والاخيره. الله، احنا ممكن نهرب من هنا، ولكن انا شايف شويه دم لسه ما تنظفوش. وانا الصراحه بعرف ربنا في شغلي، فانا هروح انضف شويه الدم اللي ناقصين دول عشان يبقى عندي دم. اوبا 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 اوبا. الله الله، جوكس جوكس، انها جوكس يا ساده، انها جوكس يا ساده. يا سلام يا سلام. وادي اخر شويه دم. محتاجين بقى نرجع العربيه بسلام من غير ما حد يقفشنا، وده سهل جدا يتعمل عشان ممكن حركة الصندوق ده. وبكده نكون خلصنا اول مهمه لينا وتاكدنا ان احنا مش هنتقتل من المجرمين دول. مامي انا رجعت. اول حاجه نعملها طبعا رضا الوالده، وبعد كده نروح نشوف مين اللي على التليفون. وبعدين نتصل على التليفون ونقول الو. الو يا شباب، منظفات في الدنيا. بقول لك يا اسطى محتاجين نتنظف تاني. تمام، احنا دلوقتي حالا هنموت ناس. انتوا لسه يعني هتعملوا عمليه؟ ايوه ايوه، هنموت ثلاث بني ادمين دلوقتي حالا. جهز نفسك. طيب قشطه قشطه. الجثث في المرفأ. خلاص ساعه واكون عندكم. يلا. لا اله الا الله، محمد رسول الله يا سيدي. لو لقيت سلاح خده معاك. ماشي، مع السلامه. طيب احنا محتاجين نروح للمرفأ عشان هما هيروحوا هناك يموتوا ناس، ومفروض هنبدا تنظيف خلال ساعه. فاعتقد مسافه السكه ممكن نروح، ويلا بينا. طيب هو ده المرفأ اللي قالوا لي عليه، وقالوا لي ان في سلاح في مكان ما، لو لقيته يبقى حلو لو خدته معايا. انا شايف واحد اتنين تلات جثث، والسلاح انا شايفه كمان قدامي اهو تحت على اليمين. فا اظن اننا نقدر نعملها. طبعا في شويه دم هنا وهناك كمان المفروض نعمله، بس اول حاجه لازم نعملها. الله الله، ماشي نظف. انا كنت فاكر ان في حيطه هنا. اقفل بسرعه. يلا يا عم، عايز اخد اول جثه يا عم. امشي من هنا لو سمحت، انت في القرف. دور في داهيه بقى. ماشي ماشي
ماشي تعالى يا ابني. دي اول جثه معانا المفروض نرميها هنا. عايزين بقى نعدي من الشخص ده. اوه شافني ازاي ده؟ ايه ده؟ ولا 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 المفروض ان هو تخين يا جدعان ما يجيبنيش. ماشي واضح ان انا لازم اخلي بالي حتى من التخان في الاول دي. اوكي نضف الحته دي كده في السريع. ناخد الجثه دي معانا. اوه انا بجازف كده، انا بجازف كده بجد. انا محتاج الشرطي اللي انا ده يمشي. خليك هنا خليك هنا خليك هنا خليك هنا. اوعى تيجي هنا يا حضره الضابط. ايوه حضره الضابط، خش شمال بقى حضره الضابط. مش هتمشي ولا ايه؟ الله عليك يا حضره الضابط والله. امشي بقى لو سمحت بقى مش كده. ايوه ايوه الحمد لله. اوكي دي الجثه الاولى. في حضره ضابط كمان على اليمين اهو، لازم نستناه يمشي. ماشي ممكن انضف شويه الدم دول. طب انا ممكن استخبى فين في المرحله دي؟ انا مش عارف، البراميل ولا ايه؟ اوكي ممكن استخبى في البراميل كويس. اوه ايه حضره الضابط؟ مش عارف تيجي ولا ايه يا حضره الضابط؟ ايوه انا هنا انا هنا وانت مش عارف تجيبني. انا عارف انا عارف انت مغفل. احنا هنبدا بالدم، حاجه سهله وبسيطه. انا زنقت نفسي. حضرة الضابط. طب الحمد لله. افتكرت ان انا حطيت نفسي في نفس الموقف البايخ، فكان هيبقى شكلي وحش قوي قدامه لما هم يطلعوه. هو انا اتريقت. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب الحمد لله. اوبا 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 ايه ده؟ مش هيشوفني اصلا. ماشي. اوه ده المركب جاي عليا اهو. طب حلو والله. احنا نضفنا الدم كله اللي هنا. ايوه ماشي دي الجثه الثانيه. نطلع هنا ونروح على المركب. حلو ماشي. بالنسبه بقى للمركب بقى، احنا ننضف المركب براحتنا خالص خالص خالص. نروح واخدين الجثه اللي هناك دي، نقول تعالى حماده كده. يا نهار ابيض. ما تقوليش ما تقوليش ان احنا نجحنا، ما تقوليش ان احنا نجحنا بكل سهوله كده. لا وصعوبه ايه وبتاع ايه بقى يا جدعان؟ منظفاتي روش يا جدعان، منظفاتي روش. مامي انا رجعت. الحاجه نايمه ولا ايه؟ خلينا نشوف المكالمه الجايه هتقول ايه ونقول الو. بقول لك يا اسطى معلش لو فاضي محتاجينك ضروري فشخ. تمام. الواد حباخ اتجنن وقتل الناس. اوكي. هتلاقيهم في محطه البنزين. في محطه البنزين. وبيقول لك ان عدد الجثث اللي هناك. خليني لا 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 ما تقولش ما تقولش ما تقولش. انا هقول لك ثلاث جثث صح؟ الله ينور عليك. انا عارف. وسلاح الجريمه ايه المره دي؟ سلاح الجريمه شاكوش. شاكوش؟ اه شاكوش. تمام. وفي دم كتير. ودم كتير، طب ما ده العادي بتاعكم. واحنا هنظبطها. ماشي. معلش يا اسطى تعبينك. طيب، بس يا ريت مش كل ما ارجع البيت تروحوا عاملين لي مكالمة تانية أو تنظيفة تانية، عشان ده آخر حاجة أعملها النهاردة. معلش بقى القتل بيجي بظروفه. ماشي يا سيدي. محمد رسول الله يا سيدي. هنظبطها. شكرا. سلام. مع السلامة. طيب يا مان رايح محطة البنزين. هفول العربية من مرة. بيتنا هيتخرب، يلا بينا. ماشي، وصلنا محطة البنزين، خلينا بقى نشوف إيه الحوار هنا. زي ما قالوا فعلا عندنا ثلاث جثث. وفي شاكوش فوق، شاكوش سهل جدا يتجا اب 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 اب. واضح ان الموضوع مش بالسهوله اللي كنت فاكرها خالص. اوكي هنروح نجيب نفس الشاكوش تاني. انا بس كنت حاسبها غلط المره دي او المره اللي فاتت. دلوقتي احنا هو احنا ممكن ندخل هنا فعلا؟ ماشي احنا ممكن نستخبى في الثلاجه، ده شيء يساعدني. اعتقد الضابط اللي ما بيتحركش مكانه خالص. هو انت لو بتغير الاتجاه انت باصص فيه بس ولا انت ما بتغيروش؟ انت باصص كده على طول يعني؟ ينفع اعدي من وراك يا فندم؟ ولا هتشوفني؟ اوكي بلاش نعمل كده تاني. الشاكوش اهو قدامنا مره كمان. ناخد الشاكوش بسرعه والهوب. دلوقتي بقى هنعمل ايه بقى؟ طب العربيه دي ينفع نحركها؟ اوه الحمد لله. ماشي هو الراجل ده مغفل قوي لدرجه ان هو كان بص على العربيه وهي بتتحرك بالمناسبه وما عملش حاجه. انا ما اعرفش ده معناته ايه بس اوكي. هو فين الجثه اللي هنا يا راجل؟ والله طيب ماشي هننظف بس الحاجات دي الاول. ايوه اوبا انا دخلت الدولاب من ظهره. هو حقه الصراحه ما اعرفش انا فين. انا دخلت الدولاب من ظهره.
طيب انا متفاهم، انا متفاهم جدا. ايوه الجثة فعلا العربية اتحركوا فعلا، بس مفيش حد هنا. ممكن بقى تمشي بقى لو سمحت، تطلع بره، متبقاش ظابط غتت لو سمحت. فان انت فشلت في المهمتين اللي فاتوا انك تقفشني اصلا. لا اله الا الله، يقعد يستغرب ساعة. هو بصراحة حقه، هو داخل المكان بيجري ورا واحد، الواحد ده رجع ورا الدولاب واختفى، فهو حقه الصراحة يستغرب يعني. اطلع بره بقى بلاش حبيبي، تسلم. ماشي، نظف هنا، نظف هنا، لا 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 لا. هوبا، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. هو مش شايف ان هو الضباط دول متعلمين يعني بجد دارسين فين؟ فين مدرسة البوليس اللي هم مدرسين فيها؟ ولا معرفش بيسموها ايه والله؟ يعني أكاديمية الشرطة صح؟ يا دي النيلة، لا لا ما تقوليش. بكرهك. المحاولة التالتة، تمام. أوه الحمد لله. الراجل ده على فكرة مش نبيه قوي على فكرة، يعني في حاجة غلط الراجل، مش كويس، مش شاطر يعني. هات يا عم الجثة يا عم. قدامه كده ما بنخافش، ما بنتهددش. هتضرب بقى المكان ده؟ هنفضل مستخبيين ورا الكاونتر ده، ما اعرفش يشوفني ولا لا. هو انا راسي طالعه جدا، بس لا واضح ان هو فعلا مش واخد باله خالص من الراس طالعه، ممكن يكون فاكرني شغال هنا. سلام يا فندم. ماشي. انزل كده. هات لي ابني 40. بس ايوه استغرب 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 واتعجب. ايوه. هي روشانه فينا على فكره، بس ربنا هدينا. اوكي. ممكن كمان نفتح ال ما اعرفش ليه، بس ممكن نفتح الباب اللي هناك. نستخبى من ظهر الدولاب تاني، ليه لا؟ ونطلع من هنا، يلا بينا. ما بنخافش على فكره. بخ. بخ. كان هيقفشني، الحمد لله. الجثة اللي تحت العربية مرة تانية. هنعمل كده. الله الله الله. الحمد لله. ماشي. نضف هنا على قد ما نقدر. كده فاضل لنا شوية فسافيس ودم. فسافيس ودم بس. هوب. جميل. نروح منطلقين كده وننطلق كده ونعمل كده وبينا من هنا. مامي انا رجعت. لا التليفون بيرن تاني، انا مش هرد الصراحه لان خلاص كده انا اكتفيت النهارده من التنظيف. دي كل الحاجات اللي احنا جبناها من المهمات اللي عدينا عليها، وانا مش ناوي ان انا اتعب نفسي اكتر من كده، فانا هروح السرير واستعد عشان انام واقول لكم انا هقفل الحلقه دي هنا، واشوفكم المره الجايه ان شاء الله. يا ريت لو الفيديو ده عجبك تعمل لايك، وتعرفني لو عجبك الطريقه بتاعت الفيديو. يا ريت لو مش مشترك في القناه تشترك، اكون شاكر ليك جدا 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 جدا. ويا ريت لو عايز تتفرج على فيديو تاني تدوس على واحد من الفيديوهات اللي طلعت على الشاشه دلوقتي. عندك تحمل كسلان، عندك الفيديو اللي مش عاجب حد، وعندك بتاع الحفله او بتاع مهرجان الكلاب. ولو مش مشترك هتلاقي هنا بتاعت الاشتراك. اشوفكم المره الجايه ان شاء الله، و سلام.